نعم، إن نحب الورد ولكن نحب القمح أكثر، ونحب عطر الورد ولكن السنابل منه أطهر. نعم، إن نعشق البيئة ونهيم حبا ببيت نظام، بهذا البيت الأثري، نحب بيت نظام ولكن نحب الطعام أكثر. كأني بشخصياتك تهتف هكذا، تستعير هذا القول الشعري لتتوج به وجودها. وإذا شئت التأكد فاسأل، من تريد يا صاحب حارة القصر؟ من تريد؟ أبو ممدوح؟ من؟ الشهيد الوراق أسعد؟ من تريد؟ بطل الذئاب؟ أبو كامل؟ كلهم يبحثون عن انتمائهم وسط البيئة ويبحثون عن اللقمة. قل لي يا أستاذ علاء الدين كوكش، وأنت ضيف في فنان ومدينة وسجل الزمن، مرحبا بك. أهلا ومرحبا بالفنان علاء كوكش أولا، ثم قل لي ثانيا، كيف تلبي احتياجات شخصياتك؟ هل تثير قلقك؟ هل تقلق منامك؟ كيف تتعامل مع شخصياتك؟ الحقيقة الشخصيات اللي بتعامل معها، قبل ما أتعامل معها بعيش معها حياتها، بيش معها أحلامها، حتى همومها، آمالها، طموحاتها. بحس كأني أنا مكانها الشخصية. كيف بتحب؟ كيف تأكل؟ كيف تشرب؟ إحساسي لأنه لازم الشخصية هي تكون من لحم ودم. إذا ما كانت من لحم ودم فحتبقى مجرد شخصية على حبر ورق. ولذلك إذا ما كانت من لحم ودم وأقنعتني إلي أنا أولا أنه هذه الشخصية فعلا تمشي بتتحرك وبتحب وتهزم وبتعاني، فلن تكون شخصية قريبة إلى الجمهور، ولن تعيش مع الجمهور، ولن يعيش مع الجمهور. من بعيد ألمح بيتا في حي القيمرية بدمشق، من بعيد أرى بيتا في حي القيمرية بدمشق، وهناك شاب في مقتبل العمر اسمه علاء الدين كوكش. قل لي عن التأثير المتبادل بينك وبين المكان، كيف أثرت في البيئة وكيف أثرت البيئة بإبداعك وبك شخصيا؟ الحقيقة في امتياز للبيت العربي كان يأثر فيني بشكل غير مباشر من طفولتي. طبعا بعدين وعيته البيت العربي أولا بخليك عايش أنت مع الطبيعة باستمرار مباشرة ووجها لوجه وبدون حواجز. يعني لما تكون أنت في غرفة ضمن بيت عربي، عندما يأتي الشتاء وتنزل الأمطار أو الثلوج لا تسقط خارج البيت، وإنما تسقط داخل البيت في الباحة تراها وهي ليست بعيدة عنك. حتى وأنت تريد أن تتنقل من غرفة إلى أخرى فمجبر أن تحتك مع الطبيعة باستمرار، وعندما يأتي الربيع تحس داخل البيت الربيع، وهكذا في بقية الفصول. ليس كالبيوت طبعا حديثة حاليا، الطبيعة دائما خارج المنزل. في البيت العربي الطبيعة هي داخل المنزل. هذا طبعا لا شك بتعطي أي إنسان أحاسيس ومشاعر معينة بتلازمه بتحسسه
للمكان. المكان هون بيكون بالنسبة له ملموس كيف ومدرك من الداخل. صوت الرعد لما تسمعوه، البرق، بتحسوه داخل البيت مو خارج البيت. طبعا هذا الحقيقة بيسكنك باللا شعور، البيئة تسكن بداخلك في اللا شعور. بالتالي طبعا لما أنت بدك تتعامل معها بقى تتعامل معها بتخيلي، في نوع بصير من الصدق أكثر، من الشفافية أكثر. الطبيعة لأنه موجودة صارت حتى في داخلك، مش بس في داخل البيت، الطبيعة في داخلك وساكنة فيك. وبالتالي كيف لابد إلا أنه تتأثر بشكل لا شعوري. في الحارة لما بتنتقل من خارج البيت للحارة، الحارة كمان عبارة عن بيت كبير، بيت أكبر، بس في أناس هناك متكاتفين، في أناس هناك مطلين على بعضهم. الحارة بتحسها بتركيبة دمشقي العجيب، أن البيوت تعانق بعضها، كمان البشر هيك داخل الحارة الدمشقية بيعانقوا بعضهم. كان أي شيء يصير داخل الحارة فتلاقي يعني كل الناس عرفت فيه، كل الناس شاركت فيه، من فرح، من حزن، من ألم، من مسرة، من مودة. الحقيقة هذه إجباري إلا تفرض نفسها على الفنان شاء أم أبا ودون أن يختار. قص وطي صوتي. ما بدي وطي صوتي، ما بدي. لأنت بدك يعني ضل مستنية، بدك تلعب الفرن وتتركني جوعانة وبردانة؟ لك لا ليكني يا عم طفي النار مشان أخذك الخبز. كذاب، بدك يعني نام من غير أكل. ولك خرسي خرسي، لك دبي. أنا دبي ولا ولك تعال البيت، تعال ورجيك قيمتك انت لك ساعة. ولك والله لخليها نهايتك الليلة، والله لعشوي وشك شوي. كم مرة على حدود علمك وبحدود الذاكرة استوقفك أخ في حي شعبي عربي وقال لك لماذا تروي قصتي؟ أنا الذي رأيته على الشاشة هذا يشبهني، هذا أنا. هل قاضاك أحد ذات مرة؟ يا سيدي بذكر طبعا أنه بدءا من مسلسل مذكرات حرامي، أول مسلسل كان عن البيئة الدمشقية وعن قصص من داخل الشام، أنه تعرضت للطرفين. في ناس كانوا يمسكوني فعلا في الشارع أنه هذا الشخص نحن بنعرفه، شايفين عنا بالحارة موجود، تعشينا معه أو تغدينا معه أو كذا. كان هذا الشيء يسعدني طبعاً.